السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت اليوم هي الجزء الخامس من بوست اند كور، سلسلة بوست اند كور. راح احكي فيها عن تيبس وتريكس مهمة جدا تتعلق بالبريبريشن جيومتري، بمعنى هندسة التحضير، لحتى نعرف انه نحن ماذا نفعل في حال كان عندنا قناة واسعة، ماذا نفعل في حال كانت القناة واسعة جدا، شو الخيارات اللي ممكن نملكها لحتى نحصل على عملية بوست اند كور ناجحة. وحنحكي طبعا في محاضرات لاحقة كمان نتابع ضمن مبدأ التثبيت ريتينشن عن تيبس اند تريكس إلى علاقة بطول الوتد وقطره وأيضا السيرفيس تيكتشر واللوتينج ايجنت المستخدم. خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي بسر تلقى أي استفسار أو اقتراح، أيضا بتمنى أنه تدعموني من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة. بعد ما حكينا عن الاعتبار الأول، الاعتبارات الحقيقة المتعلقة بالوتد اللي هي المبدأ المحافظ الكونسيرفاتيف، نحكي الآن عن مبدأ التثبيت. أيضا هذا مبدأ مهم جدا خلال بوست أند كور، فالعوامل المتعلقة بهذا الاعتبار هي أربعة: هندسة التحضير أو البريباريشن جيومتري، طول وقطر البوست، السيرفيس تيكتشر أوف ذا بوست يعني ملمس سطح الوتد أملس أو محلزن أو غيره، وأخيرا السيمنت اللي عم نثبت فيه البوست. هاي العوامل الأربعة هي ذات العلاقة مع الثبات، حنشوفها تباعا. بالنسبة للpreparation geometry، نحن ما في شك انه الأقنية بالنسبة للأسنان اللي بنتشتغل عليها بترميم الأسنان المعالج ربيا هي لا تتبع شكل واحد. حنشوف انه في عنا أقنية مدورة ضيقة، في عنا أقنية بيضوية، في عنا أقنية بشكل مثلثي، في عنا أقنية بشكل هليليجي، أو حتى مثل ما انا شايفين بشكل غير منتظم. فالحقيقة عنا مجموعة من الأشكال للأقنية. طيب نحن كيف بدنا نقدر نعمل البوست في هاي الأقنية بحيث نقدر نحن نحضر مكانه ويعطيني مسافة قليلة للسمنت حوله وما يكون في عندي سبيسز أو فراغات تؤثر على الثبات؟ فهنشوف أنه الأقنية مثلا الفليرد أو المربعة أو المتعددة يستطب أنه نعمل مثلا وتد وقلب مصبوب، نعمل كاست، أو لما ما يكون في عندي remaining two structure، أو مثلا لما يكون في عندي بعمل عدة أوتاد. وهنا ممكن يكون الوتد إما stainless steel مثلا، هم بتكون عم نحكي عن مقاومة انسناء بحدود 1430 ميجا باسكال وعن ستيفنس تقريبا 110، او انه يكون من الذهب او من التيتانيوم واللي بيكون برغم انه هو اقل صلابه لكن اكثر توافق حيوي واقل تاكل، بس ننتبه انه ما بيكون مناسب مع الاقنيه الضيقه. اما الاوتاد مسبقه الصنع فعموما تستخدم او تستطب في الفراغ الاقنيه القصيره. بشكل عام في حال وجود اقنيه دائريه نحن بنفضل اوتاد بارلل لو كان لها شكل معين، او واسعه بشكل زائد فبيفضل انها تكون تيبرد بحدود 6 ل 8 درجات، او ممكن نستخدم اوتاد وقلب مسبوب، أو حتى ممكن نستخدم تيبرد بريفابريك. وهنا حنشوف عدة اعتبارات مهمة جدا سريعا. بشكل عام لازم نراعي الفيرول والقناة. بشكل عام لو الفيرول أقل من 2 مليمتر فنحن بنروح على الفايبر بوست، ولو أكثر من 2 مليمتر فمحبذ نروح على الميتال بوست. لو القناة واسعة بحيث كان عندي فراغ بعد وضع أكبر فايبر بوست أنا عندي، يعني مثل ما شايفين الفراغ هذا إذا كان أكبر من أكبر من نصف قطر الوتد أو يساوي، هون نحن مستطب أنه نستخدم الـ PRF وتد مدعوم بالألياف بوليإيثيلين فايبر ستريبس، تجي على شكل شرائط من دكة مع الأوتاد لنسكر الفراغ، نوضع مجموعة من الأقنية حوالين الماستر بوست لحين ملء القناة بشكل ملائم، بنكون حقنا السيمنت طبعا، وبعد هيك بنحط مادة الكور أب بيلد أب ماتيريال. هاي طبعا بما يدعى الفايبر أوغمنتد بوست، نحن عم نحكي مثل الإيفرستيك مثلا فرام جي سي. الإيفرستيك مثل ألياف مثل شرائط تدك داخل القناة حوالين الوتد، فبتعمل نوع من الملء لهذا السبيس، وبعد هيك بنصلب بنحط سيمنت ونصلب فبيعطيني نتائج يعني أقل من الحلول السابقة، لكن أيضا تعتبر حلول جيدة ومعقولة بهي الحالات. أو ممكن نحن بهالحالة نستخدم أيضا الأكسسوري بوست، بمعنى أنه نوضع أكثر من بوست داخل القناة لتحقيق ختم أفضل. الأوتاد الإضافية طبعا بتجي أوتاد جاهزة رفيعة جدا موجودة بالسوق، بتوضع حول الفايبر بوست الأساسي وبعدين بنحقن الكور ماتيريال وبنصلب بعد ما وضعنا البوست. أما في حال الفراغ المتبقي بعد وضع أكبر فايبر بوست بنقدر نوضعه هو أقل من نصف قطر الوتد، فهون محبذ نستخدم الأوفال بوست. الأوفال بوست هو عبارة عن وتد بيكون مستضيق ذرويا، بيكون سميك أو سخين على المستوى الكورونال، فبيعطيني نوع من غلق القناة بشكل أكبر. أو ممكن نستخدم الأناتوميك بوست، بمعنى أنه نحن الفايبر بوست نضيف كومبوزيت عليه ونضع
نضل ندخل الوتد ونخرجه بعد إضافة الكومبوزيت لحتى نحصل على نوع من المطابقة لشكل القناة. طبعا نحن أثناء الإدخال والإخراج يحبذ أنه نحط جليسرين داخل القناة لمنع أنه الكومبوزيت يعلق في جدران القناة، وبعد هيك نصلي بالكومبوزيت وصار عندي فايبر بوست تقريبا مقولب على شكل القناة. طبعا الفكرة من أنه نحط كومبوزيت على الأناتوميك بوست لنعطي شكل القناة التشريحي هو أنه السيمنت ضعيف أضعف من الكومبوزيت. نحن بنعرف أنه الكومبوزيت بيبقى مملوء أكتر، فنحن الهدف هو أنه نعطي نحن فراكشر ريزيستنس أعلى. فمن هون جت الفكرة أنه نحن الفراغ هذا نملأه ونضيفه على البوست بدل من أنه نحن نملأه بالسيمنت اللي الحقيقة مع البوليمريزيشن شرينكج اللي بيحصل فيه بالمسافات خاصة الكبيرة هي إذا كان في عندي سبيس فبالتأكيد رح يعطيني فشل. بشكل عام مواد الكور سواء معدن أو أملجم أو كومبوزيت أو غيرها تساهم في تقليل كسور الجذر ومنع قوى الويجينج اللي هي الفتل، وبتقلل القوى الجانبية. بالنسبة للأسنان الخلفية ممكن يتحقق من خلال وتد أو وتدين قصيرين. نحن ما بنفضل نهائيا بالأسنان الخلفية أنه نوضع وتد طويلة بسبب الكيرفيتشر الموجود على مستوى القناة، أيضا مشان نحن ما يحصل concentration of stresses تعمل لي نوع من الكراك على الروت في الجزء الذروي للإبيكال ثيرد أوف ذا روت. فهون نحن بنفضل دائما أنه نستخدم الأوتاد بشكل قصير حتى على مستوى الكاست بوست. بشكل عام لما الأقنية تكون ضيقة نحن بنفضل نحضرها للتيبر 6 أو 8، أما لو دائرية فبفضل هون أنه نحن نعمل توسيع يدوي حتى نحافظ على توزيع الجدران. بالمولر بشكل عام بالبوستيريور ما لازم تمتد الأوتاد أكثر من 7 ملي متر من قاعدة الحجرة اللبية، هون مبدأ الطول ما بناخده بعين الاعتبار. بالأسنان الأمامية بشكل عام ما بننصح بالأوتاد المحلزنة الثريدد، وحتى الأوتاد الشورت اللي نحن مناسبة مع البوست بوستيريور تيث مع الأمامية بتفشل. فدائما نحن رح نحكي فيما بعد محبذ أنه نترك ولو 5 ملم تقريبا بعيدا عن الإيبكس أوف ذا روت وما يكون أقل من 3 ملم تقريبا أثناء التحضير. بشكل عام كل ما زاد الاستدقاق للوتد كل ما التثبيت صار أقل، ومن هون نحن منحبذ الذهاب باتجاه الأوتاد المتوازية لما يكون في عنا تثبيت أقل. مثل ما حكينا الليبتيكال كروس سيكشن كانالز محبذ أنه نحن نحضرها بتيبر 6-8 تقريبا، ما نستخدم جدران متوازية منعا لأنه نحن يصير تحضير زائد. وبنصح هون أنا أنه نرجع لمقالة لفايبر بوست فيتينج تو كانال أناتومي ريفيو أوف ذا مورفولوجي أند شيب أوف روت كانال سيستم، سنشوف مجموعة من الاعتبارات المفيدة. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم، أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. نتابع إن شاء الله في المحاضرة القادمة الحديث عن تأثير طول البوست وقطره وسطحه على ثبات الوتد ضمن اعتبارات المبدأ التثبيت. أتمنى في حال أعجبتكم المحاضرة أنه تدعموني من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.